قال لها تما اللي غتلقى الثلج. اخوان ممنوع تصوار، ولكن غنحاول نخطف لكم واحد شويه هذه الغابه ديال لوطيل. هذه كتدخل داخل كاين كل شيء، اي حاجه تحل عليها فمك كاين لداخل، اي حاجه اي حاجه بشي بار راه هو كاينين دي صالون داخل. دابا نلوح لكم التصاورات ديالهم. هنايا الجهه ديال لابيسين، صراحه وطيل غزال 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 بزاف وكبير بزاف. نتمناكم اخوتي تجيو ديروا لي شي زياره صراحه. هنا على ما سمعت انا والعلم لله، ما حنا كنجيو على حساب الخدمه فهمتي، ما عارفينش. ولكن سولت الناس هنايا قالوا لي اوموا 3000 درهم في الليله، يعني 3000 درهم في الليله راه ما فيها لا ماكله لا شراب. عتبات والصباح الله يعاون، ورا كتوصل هنايا الليله حتى 10000 درهم لو بغيتي شي حاجه مزيانه فطوراك بغداك. راه كبير بزاف هادي غير جهه وحده. هنا انا جيت الغابه، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو، وشجعونا شجعونا بلايك وتديز لايك ديروها، ما كاينش مشكل. كاين شي انتقاد قولوا عجباتكم شي حاجه بغيتو نصور لكم شي حاجه مره اخرى، خليو ليا في التعاليق اي حاجه عجباتكم ولا ما عجباتكمش ولا. وكنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله، وشكرا.